مرحبا واهلا وسهلا بالجميع بفيديو جديد بنعمل أه تيوتوريال على مواضيع جديده مثل كل مره أه اليوم موضوعنا حيكون عن السبلت في شي اسمه بالاورج سبليت اوبشن اللي هي كيف نقدر نحن نفصل الجهاز عنا بين انه يكون قسم مخصص ل الأكورات كل شيء أكور أو اللي هو الاكومبانيمنت بنسميها والعزف تمام فقبل ما نبدأ بالشرح أه بحب نوه إنه بتمنى أه تعملوا سبسكرايب للشانل حتى يضلوا يجيكم اي معلومات جديدة وفيديوهات جديدة وإذا عجبكم طبعا الفيديو بنتمنى أه تعملوا لايك ان شير السبليت اوبشن فينا ندخل بأكتر باكثر من طريقه عندنا على الجهاز uh, اول طريقه ممكن ندخل من خلال المنيو فمنفوت منيو في شيء اسمه يوزر بروجرام اديت بنفوت عليه وحيعطيكم اوبشن اسمه Split بمجرد ما ادخل عليها حتشوفوا هذا مثل شكل الكيبورد المحطوط تمام هتلاقوا منطقة مضوية منورة ومنطقة مظللة هذا أول طريقة ممكن ندخل عليها تمام فهي الشاشة مقسومة لهذا الموضوع وفي شيء اسمه لو هولد هيدي كمان هلا بنحكي عنها آه شو بنفهم من هيدي الصورة معناتها كل المنطقة المنورة هيدي هي الجزء اللي بيشتغل منه الاكومبانيمون وكل المنطقة اللي هي مضللة هي منطقة العزف ونختار فيها الأصوات اللي نعزف عليها فهيدا أول طريقة اللي احنا ممكن نختار فيها وبكل بساطة ممكن نحنا بس انه نختار اي كبسة أنتم هون بتضغطوا على الزر عندكم هون هتلاقوها عم بتغير عندكم بالشاشة فهيدي اول طريقة الطريقة الثانية عندنا نحنا انه ندخل بالطريقة الاسهل في شيء اسمه سبلت بمجرد ما اكبس وضلني مطول بالكبس هيفتح لي نفس الشاشة اللي دخلنا عليها بس طبعا هيدي الشاشة ما راح تطول كتير اذا ما لاحظتوا لانه هي الفكرة منها بمجرد بس من انك تضلك تضغط عليها انك تحدد دغري السبلت اللي بدك اياه فاذا لاحظتوا نحن هلا اذا انا بدخل على السبلت مرة تاني هتلاقوا انا عندي الاكومبينمون بينتهي عند الثاني ثلاثه ابيض اللي هن هون فاذا بتلاحظوا هون عزف ولكن اذا انا هلا بضغط هون اشتغل عندي الاكور تمام فبمجرد انت تغير هون حيتغير عندك ففيكم انتو تمدوا الفترة او ممكن تقصروها حسب انتو شو بتحبوا انكم تخلوا المسافات اثناء اللعب كان في اوبشن قطع قدامنا اللي هو اشرح عنه هلا سريعا اللي هو اسمه low hold. اللو هولد اللو هولد انتم فيكم تخلوها اون للي ناس اللي بيحبوا يشتغلوا بشيء اسمه اللور اللور مرتبط بكل يو بي اس انتم بتعرفوا انه كل الاصوات باليو بي اس فيكم تسيفوا انتم بين ابر 1 ابر 2 ابر 3 وشيء اسمه لور فاذا انا مثلا اخترت هلا بين الأصناف بين الأصوات مثلا يو بي أسس السترينج السترينج أنا مألف من أربع أصوات اللور عندي شي اسمه سترينج سلو ار 1 كيف أنا بقدر شغله إذا بتلاحظوا هلأ إذا بحط أنا اللور صار مفعل منور أول ما أنا أضغط على المسافة اللي هي فيها الاكورد إذا لاحظتوا اشتغل <متحدث> شو لاحظتوا؟ لاحظتوا انه مع نهاية الاكور اشتغل اللور بينما هون اشتغل صوت ال ال اللي نحن مختارينها بالعزف. فهيدي للناس اللي بيحبوا انه يفعلوا خاصية اللور اثناء العزف ممكن تختاروا اي صوت وبيتفعل تلقائي. ممكن تستخدموه بالتقاسيم او اي نوع من المواويل او حتى اثناء العزف ممكن تفعلوا اللور وهيدا ممكن يشتغل على فكره مع الايقاع يعني حتى لو انتم مشغلين الايقاع مثل هون مثلا اذا شغلنا اللور مثل ما لاحظتوا فيكم تستخدموها كمان فهيدي كانت تيوتوريال على السبليت ان شاء الله تكونوا انكم استفدتوا منه ودائما تابعونا بكل جديد ثانك يو